وعلى صعيد متصل، أشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية بفكرة ورسالة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، حيث أكد رئيس الجمعية دعم هذه الجائزة مبديا استعداد رجال الأعمال بالمشاركة في المرحلة القادمة. توصل أن كثير من الحاصلين على الجائزة يمثلون أيضا رجال الأعمال في الدول المختلفة اللي حصلوا على الجائزة، فهذه حافز أيضا لرجال الأعمال للمساهمة في هذه الجائزة وأيضا للمساهمة في الحصول على هذه الجائزة العالمية في هذه. وتعرفون أن اليوم جائزة الشيخ عيسى بن سلمان جائزة عالمية وصلت للمرحلة العالمية، فإحنا دورنا كرجال الأعمال يمكن في المرحلة القادمة كيف نساهم في تعزيز هذه الجائزة وكيف أيضا نساهم في الحصول على هذه الجائزة من خلال الأعمال الخيرية. الجائزة تعني بالأعمال الخيرية، تعني بالأمور كثير فيها بالنسبة لنا كرجال الأعمال، فالمشاركة رجال الأعمال في هذه الجائزة مهمة إن شاء الله في المرحلة القادمة.